هذه الأمسية، وفتحت البوابات على بركة الله لجميع الدرجات للجيادة المستوردة عمر 3 سنوات وأكثر على جائزة ثلاب العجلين الدوسري على مسافة 1400 متر وقيمة الجائزة 100,000 ريال. يبدأ توظيف الآن، يوظف مركزه إلى المركز الأول، يتقدم بصورة جميلة وسيمبولك إلى المرتبة الثالثة، وأيضا يأتي الآن رد إرتست في المرتبة الرابعة، بين ما يتزعم توظيف إلى المركز الأول. ريان الطويرش يذهب بالصدارة في المركز الأول، وأيضا القدوم من بقية الأسماء الكبيرة والمشاركة المتميزة، وأيضا صقور قادما في هذه الأثناء، بينما يأتي الآن سيمبولك إلى المرتبة الثالثة، وأيضا سلام إلى المرتبة الرابعة من الداخل. هل يواصل الصدارة؟ توظيف القادم من إيرلندا، ينطلق توظيف، يحاول أن يسجل الانتصار الخامس في سجله السباقي، بينما صقور أيضا القادم من بريطانيا إلى المرتبة الثانية، المنافسة الكبيرة. الصقور، صقور، صقور قادما إلى المركز الأول، بينما سلام قادما بالدخول. صقور وسلام، سلام 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 على خط النهاية، وأيضا صقور ما شاء الله تبارك الله، صقور بالشعار.